وقع دابا الناس تطلب الحقوق ديالها. اللي جا تيهضروا معاه تيقول لي حنا ما سوقناش، حنا ما سوقناش، حنا ما سوقناش، حنا ما نعرفوش شكون اللي سوقو. انتم مضرين من الزلزال. كان في الزلزال هنا. باقيين ما صالحينش للسكن ابدا كاع. باش تدخل تسكن ما مسطوحينش. مولا جات الشتاء الزنزال خربوا يتكلف فيه تيموت. يعولوا على الزنزال داخل. إلا جات الشتاء أكثر يجي شي شتاء كثيرة راه خلاص. ولا ولادنا خايفين من الزنزال، خصهم بعدا طبيب يجي يداويهم بعدا الدراري الصغار كاملين. الدراري تيضاقطين ود من العرس تيقول لك الزنزال. تيدوز شي حاجة في وحيد يقول لك الزنزال. المسؤولين ما بغات حتى شي واحد يتجه لينا يشوفنا مالنا. من أي واحد من صغيرهم لكبيرهم، حتى شي واحد ما جا قال لنا مالكم ولا جركم. حنا جينا اليوم تضربوا بحقنا، وهاد اللجنة اللي جات تدور على الديور تزيد تسرى في دار بدار، اللي تسرى تعطيه اللي ما تسرى ما تعطيه. وباش يهزها شي واحد ويبقى يدور بها هي يوريها اش دير، ما عندوش الحق باش يوريها اش دير، هي اللي جاية. خرج ماشي سيدنا وعاش الملك. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. حنا هنا مضرور، يقيدوه اللي ما مضرور يمشي في حالته. وماشي ساكن في دار وتقيد الدار. اللي ساكن في دار هذيك الدار هذه راه ملي خرج منها راه طاح. لا ما فهمتش هذه القضية كيفاش. ساكن في دار وعنده دار قديمة كان ساكن فيها جدو ولا بواه قيدها اليوم. راه مع انه ما ساكنش فيها. ما ساكنش فيها. حنا نطلبوا اللي ساكن بوليداتو هو الأول يجي يتصل. كاين اللي قال لي ما عنده كاع سوق وقبضها قبضها. المساعدة حابسين علينا. تمشيو للحطام الجاد ولا شي حاجة تقول لك تشوفوا لنا ما لقيت، تنجيو عند القيد تقول لنا سير في حالتكم. حنا ما نعرفوهاش كل مسؤول. لا دعم لا والو، الناس بيجوا يعاونونا من بلايص اخرين، تتصلوا بهم تقول لك اودي انتم محبوسين في العماله، بينا انتم راه ما مضرورين. حنا هذا القائد ما مضرورينش، شكون اللي قالها لهم؟ شكون هذا اللي جا؟ حنا جا عندك. شكون هذا هي اللي جا قال لهم هاد الناس راه ما مضرورينش؟ حنا ما نعرفوش شكون هذا السيد اللي جا قال لهم هاد الناس ما مضرورينش، شكون هو؟ جا طلع علينا، جا شافنا، جا قال الدراري الصغار مالهم؟ العيالات مالهم؟ الكبار مالهم؟ حتى شي واحد ما سولهم مالكم؟ حنا نطالبوا اللي قال الملك هي اللي غادي تكون ان شاء الله.